الأخبار والخامسة من الإخبارية الجزائرية، أهلا بكم مشاهدينا. والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبل سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد حسين مشعلجي زادة الذي أدى له زيارة وداع إثر انتهاء مهامه بالجزائر. وزير التجارة يعلن عن حصرية استيراد البقول الجافة من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب تشجيعا للمنتوج الوطني وحفاظا على القدرة الشرائية للمواطن. ونتابع من المدية تعاونية الحبوب سياسة تسويقية بأسعار تنافسية. تتابعون أيضا في ذكرى 63 للتفجيرات النووية بيرغان، استحضار لأفظع جريمة ارتكبها الاستعمار الفرنسي في حق الشعب الجزائري ودعوات للحفاظ على الذاكرة. فريق الحماية المدنية والهلال الأحمر الجزائري يعودان إلى أرض الوطن بعد المشاركة المشرفة في عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة بسوريا. أهلا بكم إلى التفاصيل. بداية، استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد حسين مشعلجي زادة الذي أدى له زيارة وداع إثر انتهاء مهامه بالجزائر. اللقاء جرى بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف. وعقب الاستقبال أدلى سعادة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتصريح التالي: Je viens de rencontrer Son Excellence, Monsieur le Président Tebboune. C'était un honneur. التقيت بفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من خلال زيارة وداع بعد انتهاء مهامي كسفير للجمهورية الإسلامية الإيرانية بالجزائر. شرفني السيد الرئيس بهذا اللقاء. نقلت للسيد الرئيس تحيات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. تطرقنا لتطوير مجالات التعاون بين إيران والجزائر. أعربت للسيد الرئيس عن تشكراتي وامتناني للترحاب والتسهيلات التي لقيتها هنا بالجزائر خلال فترة تواجدي من قبل الشعب الجزائري ومن طرف المسؤولين. تواجدي بالجزائر لمدة 3 سنوات ونصف بصفتي كسفير للجمهورية الإسلامية الإيرانية يعد شرفا كبيرا بالنسبة لي. سأشتاق للجزائر وسأحتفظ بذكريات جميلة لهذا البلد الجميل. تعلن المديرية العامة للاتصال لرئاسة الجمهورية عن تنديدها بما بدر عن مسؤولي جامعة بتنا واحد الذين وبمبادرة شخصية ومعزولة منهم قاموا بتكريم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بواسطة لوحة تعيد إلى أذهان الجزائريين حقبة مشينة. وعليه تتبرأ المديرية العامة للاتصال من هذا التصرف السيء الذي لا يمت بصلة بطريقة تفكير السيد رئيس الجمهورية ولا بالتقاليد التي يعمل على ترسيخها منذ توليه رئاسة الجمهورية في إطار جزائر الجديدة، وهو الذي طلب في خطابي التنصيب بسحب لقب الفخامة واستبداله بوصف السيد وبالتالي سقوط كل تصرفات وسلوكات التملق. أعلن اليوم وزير التجارة كمال الزيك خلال نزوله ضيفا على نشرة الواحدة بالتلفزيون الجزائري عن حصرية استيراد البقول الجافة بالنسبة للصناعيين للديوان الجزائري المهني للحبوب، مؤكدا أن الهدف من هذا القرار هو الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتشجيع المنتوج الوطني والحد من فوضى الاستيراد. أولا، هذا القرار لم يتخذ في 2023، هذا القرار اتخذ من طرف السلطات العليا للبلاد السنة الماضية، وبدأنا تطبيقه بمنهجية الحكومة على شطرين. السنة الماضية 2022 كان الشطر الأول متعلق بحصرية استيراد هذه البقوليات من طرف الديوان بالنسبة لما يعرف شراء من أجل البيع. تم إعطاء الحصرية للديوان، ويلاحظ المواطن بأن الآن ديوان اكتسب خبرة في ما يتعلق بحصرية استيراد البقوليات بالنسبة للبيع الحالة.
وبالتالي يستطيع أي تاجر مهما كانت صفته جملة أو تجزئة الذهاب إلى الديوان من أجل شراء هذه السلع وبيعها. هذه في كانت السنة الماضية لأن ارتأت الحكومة عدم تطبيق هذه الحصرية دفعة واحدة، راحت بمرحلية. بدينا بالمرحلة الأولى هو حصرية فيما يتعلق بالشراء من أجل البيع، والحمد لله كما تلاحظوا المواطن لم يحس إطلاقا بأن فيه هذه الحصرية. الآن رحنا للشطر الثاني وهو الحصرية بالنسبة لما يتعلق بالصناعيين. بعد ما سنة 2022 خصصت للبيع والشراء، سنة 2023 خصصت لحصرية الصناعيين. ما يخفاش عليك بأن نحن عندنا تجربة رائدة فيما يتعلق بالحبوب بالنسبة للقمح. كان من قبل يتم استيراده بشكل عشوائي من كثير المتعاملين. الحكومة قررت أن تكون حصرية بالنسبة للديوان. لابد أن نرجع للأسباب اللي دفعت الحكومة إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات. أولا لا يخفى عليك بأن في إنتاج محلي كبير في هذه البقوليات، والحمد لله يعني خاصة بالنسبة للحمص والعدس حققت إخواننا الفلاحين حققوا أرقام كبيرة، لكن أصبح كان من قبل عشوائية الاستيراد اللي قتل المنتوج الوطني. يعني الهدف الأول هو تشجيع المنتوج الوطني، دائما تأتي في استراتيجية حماية المنتوج، حماية المنتوج الوطني، وخاصة أن الحكومة ضاعفت فيما يتعلق بالأراضي المخصصة لزراعة مثل هذه البقوليات. والأمر الثاني، القرار اللي خضته الحكومة من خلال مجلس الوزراء لتثمين هذه الشعبة من خلال مضاعفة أسعار الشراء لنشروها من عند الفلاح، مما خلى إخواننا الفلاحين أنهم يزيدوا في إنتاجهم. الأمر الثاني هو هذه الحصرية يعطي طمأنينة، ما يخفاش عليك بأن هذه حبوب تدخل في الأمن الغذائي الاستراتيجي من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. هذا ويعتمد ديوان الجزائر المهني للحبوب سياسة تسويقية جديدة للبقول الجافة من خلال تعاونية الحبوب عبر الوطن بمنتوج نوعي وأسعار تنافسية بغية كسر المضاربة غير المشروعة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. التفاصيل في روبورتاج عبد العزيز علي. من بين 46 تعاونية للحبوب والبقول الجافة عبر الوطن تدخل تنافسية تسويق البقول الجافة، بادرت تعاونية البرويجية بولاية المدية بتوفير منتج بجودة ونوعية لكسر مضاربة الأسعار في هذه المواد الواسعة الاستهلاك بقدرة 1200 قنطار يوميا. السوق برا تلقى بزاف كاين لي بري، غير تشوف شويه برد شويه ثلج يزيدوا في لي بري كما يقول لك بلا مبرر. هذا هو اللي الجانب اللي خلانا باش نروحوا للواي سي ونبقاو كما يقول لك ماذا بينا في الاسعار تكون فينا متناولنا متناول المواطن. جينا لتعاونية الحبوب البقول بعد ما سمعنا باللي او توفر الحبوب الاستيراد المحليه باسعار معقوله، المنتوجات جودة عالية. دي تخطري فات الروز عجبني نقيم ما شاء الله، ما من البري بارابول الاخر ناقص 300 في الوحدة ما شاء الله عجبني، زيد جيت ندي سواح الاخرين يبقى ما شاء الله ثقة كما ثقة ومام شباب وحاجة شبكة. مخزون البقول الجافة بأنواعه الأربعة لمحصول 2022 منه نسبة استيراد لسد الاحتياجات الوطنية يسوق على مستوى 10 وحدات عبر تراب ولاية مدية ويمون 5 ولايات مجاورة. سخرت التعاونية 4 خطوط تعليب وتوظيف البقول الجافة. بالنسبة للتعليب والتوظيف يتم وفق المعايير المطلوبة. تتوفر التعاونية على مخزون هام من البقول الجافة يتمثل فيه حمص، عدس، فاصوليا وكذا أرز الأبيض باعتبارها ميناء خلفي حسب قدرات الاستيعاب التي تتوفر عليها التعاونية. كان حرص الديوان حرص شديد على أن يكون هذا محصول 2022، أكد بلي محصول 2022 ذو جودة ونوعية رفيعة. أما بالنسبة للأسعار فهي أسعار مدروسة من طرف الديوان وهي أسعار تنافسية بل تعتبر الأفضل في السوق. إدراج تعاونية الحبوب لبعث توازنات في سوق البقول الجافة هدفه الرئيس القضاء على الندرة والمضاربة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. تحل اليوم الذكرى 63 لأفظع جريمة ارتكبت في حق الشعب الجزائري.
تجارب نووية نفذتها فرنسا الاستعمارية بصحراء الجزائر وانتهكت بها حق الحياة والأمان لأجيال وأجيال من سكان صحرائنا. وأحياء لذكرى تفجيرات نووية برغان، أشرف اليوم وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيدر بيغا على عملية إعطاء إشارة انطلاقية قافلة تضامنية لفائدة ضحايا هذه الجريمة ضد الإنسانية. بعدها رفع العلم الوطني وسط مدينة رغان، ووضع الوزير والسلطات المحلية بولاية أدرار إكليلا من الزهور، وقرأوا فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهداء. بالمناسبة أكد العيدر بيغا حرص الدولة على الحفاظ على الذاكرة الوطنية وصونها. تعود بنا الذاكرة في هذه اللحظات وبهذا المكان الرمز إلى 13 من فبراير سنة 1960 لنستذكر واحدة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية، التفجيرات النووية السطحية في ناحية رغان، تلك الجريمة المرتكبة والمنفذة مع سبق الإصرار والتخطيط بما ألحقته من أضرار على كافة المستويات، والتي طالت بأخطارها الكبيرة وآثارها المدمرة في مناطق واسعة من صحرائنا، وتعدد ذلك إلى المناطق الإفريقية المجاورة وحوض المتوسط. فلم تكن ممارسات الاستعمار تعكس تلك القيم لا نصاً ولا روحاً، فقد جنحت للإبعاد والنفي والتهجير والتقتيل والتعذيب وطمس معالم الشخصية الوطنية. حطت بعد ظهر اليوم بمطار بوفريك العسكري طائرة تابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي، والتي أقلت فريق الحماية المدنية والهلال الأحمر الجزائري بعد مشاركتهم في عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة بسوريا إثر الزلزال المدمر. وكان في استقبالهم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مرت. نقدم لكم اعترافنا بما قدمتموه من عمل العالم كل ظهر فيه، العالم كل يعني أشاد بتجنيدكم وأشاد بتدخلاتكم. كنتم الأولين المقول الوحيدين ربما في سوريا، وقمتم بعمل جد وجبار كما عهدنا هذا عند كل الجزائريين وأساسا عند عوان وضباط وعوان الحماية المدنية. فالكل يعترف بكم محليا لهنا، فرقم فخر للجزائر على الأعمال الجبارة الجليلة التي قمتم بها، شيء عظيم، وهذا ما كنا نتمناه. ولذا أبى السيد رئيس الجمهورية إلا أن نأتي هنا نوصل تحياته لكم واعترافه بما قمتم به. جهود فريق الحماية المدنية الذي شارك في عمليات البحث والإنقاذ بسوريا استقطبت أنظار المراقبين في المجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ، فصنفتها في أولى المراتب في منصة تنسيق وإدارة العمليات المدنية. وقد تمكنت فرق الإنقاذ الجزائرية منذ مباشرة عملها بمحافظة حلب على مستوى شارعي بستان القصر والصالحين، تمكنت من انتشال 34 جثة من تحت الردوم وإنقاذ شخص واحد على قيد الحياة. أما فريق الحماية المدنية الجزائرية المتواجد بجنوب شرق تركيا فيواصل بكل احترافية عملية الإنقاذ بحصيلة مشرفة لاقت الاستحسان والثناء، حيث تمكن أمس من إنقاذ الضحية 13 بأدما بعد 7 أيام من الكارثة. موفد التلفزيون الجزائري إلى تركيا عبد الجبار بن يحيى. هذه أديمان جنوب شرق تركيا، وهذا المركز القلب المنقذ لهذه المدينة المنكوبة. هنا في غرفة عمليات وحدة النخبة للحماية المدنية الجزائرية يتم تحديد البيانات وتحيينها وفق ما يجري في الميدان. يتلقى المركز على مدار الساعة اتصالات مباشرة من الفرق المنتشرة المحددة عبر أجهزة تقنية حديثة للمواقع.
مسؤول على متابعة جميع عملية البحث والإنقاذ الجارية في الميدان من مركز القيادة، ونتنقل للميدان للسهر على سير العمليات المعقدة أو عند الطالب من مسؤولي الفرق. هنا الفريق الطبي متكون من 5 أطباء، 3 ممرضين وطبيب نفساني وطبيب بيطري. الفرقة راهي مستعدة لتدخل في أي وقت. عندنا أطباء راهم في الميدان، وعندنا أطباء راهم في المركز الطبي المتقدم جاهزين في أي وقت لتدخل لإنقاذ الضحايا. هالة فتاة من بين عشرات المواطنين الأتراك يطلبون النجدة من فريق الإنقاذ الجزائري بعد سماع صوت عالق تحت الإنقاذ. لكن أنتم تستطيعون تأتوا معي؟ نحتاج الكلب والكاميرا. تتوجه الفرقة المشكلة من عناصر التدخل السريع، قائد كلاب البحث المدربة، مسير كاميرات الإنقاذ، وطاقم طبي متأهب. احنا رانا هنا في السيت راح نقوم بعملية البحث بالكاميرا، في لأنه في احتمال تكون ضحية هنا، ضحية حية لا قيد لها إن شاء الله. عملية الإنقاذ لا تزال متواصلة رغم تضاؤل فرص العثور على ناجين. مهابر ميراي أويان، المعجزة 13 التي ينقذها فريق الإغاثة التابع للحماية المدنية الجزائرية. أول الواصلين إلى هذه المدينة المنكوبة وأول المنقذين بفضل الله وبفضل تفانيهم وخبرتهم في إنقاذ عمليات الإنقاذ الدولية. هذه أضيمان، هذه جنوب شرق تركيا. كنت معكم أنا عبد الجبار بن يحيى للتلفزيون الجزائري. إلى ذلك ارتفعت حصيلة زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 36 ألف هالك وسط وضع إنساني متفاقم وتلاشي الأمال في العثور على ناجين بعد مرور أسبوع على الزلزال المدمر. التقرير لناصر بدر. بعد مرور أسبوع على الكارثة لا تزال حصيلة قتل الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في ارتفاع مستمر، حيث تجاوزت الحصيلة أكثر من 36 ألف قتيل وعشرات الآلاف من المصابين، ناهيك عن آلاف العائلات المشردة الذين وجدوا أنفسهم وسط الدمار ليتغير كل شيء في لحظة واحدة. وما زاد الطين بلة موجة الصقيع التي فاقمت من مأساتهم وهم قابعين تحت العراء ملتئمين على بعض النار طالبين الدفء والأمل في انتظار وصول المساعدات التي هم بأمس الحاجة إليها. والأمل دليل هذه العائلات التي تسابق الزمن وإن تضاءلت الفرص وهم يقلبون الأنقاض أملا في سماع أنين قريب تحت الحطام. وسط كل هذا قوافل المساعدات الإنسانية تصل تباعا إلى المناطق المنكوبة تخفيفا لوطأة الكارثة في نفوس المتضررين. قامت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو بزيارة قطاعها بولاية النعامة، حيث أشرفت على إطلاق قافلة تضامنية لفائدة البدو الرحل وزيارة القسم الخاص بأطفال التوحد وإعطاء إشارة الانطلاق لدورة تكوينية لأولياء التلاميذ المتوحدين. كما تم إمضاء اتفاقية شراكة بين مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن. تعرفوا أن القطاع يحوز على 239 مؤسسة للتربية والتعليم المتخصص على مستوى قطاع التضامن الوطني وكذلك 17 ملحقة وبما يزيد 1194 قسم خاص، يهدف إلى إدماج هذه الفئة في الأوساط العادية. وأعجبت كثير بسهر الطواقم البيداغوجية والنفسية على فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وعلى طيف التوحد والتنسيق المحكم بين قطاعي التربية وكذلك التضامن
الوطني بهدف إدماج هذه الفئة في الأوساط العادية من خلال الأقسام اللي رانا نكثفوا بها فيها على المستوى الوطني، وكذلك يعني بصفة خاصة على مستوى ولاية النعامة اليوم ب 17 قسم بعنوان 2022-2023. في النشاط البرلماني استمعت اليوم لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لمجلس الأمة إلى عرض قدمه وزير الرقمنة والإحصائيات حسين شرحبيل حول التحول الرقمي وأهم ما تتضمنه الاستراتيجية الوطنية لاستحداث بيئة ملائمة للتحول الرقمي في الجزائر. كما استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم إلى عرضين قدمهما كل من المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والمدير العام للقرض الشعبي الجزائري، وذلك لإثراء ومناقشة كل ما يتعلق بمشروع قانون النقد والصرف. في الرياضة، زار أمس وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق رفقة رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية عبد الرحمن حماد، زاروا ولاية تيبازا وقف خلالها على مدى تقدم الأشغال بالمركز الرياضي ببلدية فوكا وملعب القليعة. سبقاق أعرب بالمناسبة عن ارتياحه لتقدم الأشغال بالمركز الرياضي، مؤكدا أنه سيكون قبلة للمنتخبات الوطنية وفي مختلف الرياضات. نشرتنا متواصلة مشاهدينا وتتابعون فيها. تشجيع لحاملي الأفكار وأصحاب المؤسسات الناشئة، مشاريع ممولة بفضل حاضنة الأعمال بجامعة الطرف. الجزائر تفتك المرتبة الأولى في الطبعة الثانية لكأس العالم للحلويات وفن الطهي بتونس من بين أكثر من 35 دولة. والآن مشاهدينا يتجدد الموعد مع النشرة الاقتصادية. مساء الخير منال. مساء النور رشيد. إذن جامعة الطرف تمول العديد من المشاريع تشجيعا لأصحاب المؤسسات الناشئة، أليس كذلك منال؟ صحيح رشيد، فعلا تمول جامعة الطرف أزيد من 80 مشروعا بفضل حاضنة الأعمال التابعة للجامعة. من المستفيد من الدعم وما طبيعة المشاريع؟ هذا ما سنقف عنده خلال النشرة، ابقوا معنا. بداية، ترافق جامعة الطارف الطلبة أصحاب المشاريع المبتكرة والراغبين في إنشاء مؤسساتهم الناشئة، وذلك بتنظيم ورشات تكوينية للعلم. فإن حاضنة الجامعة مولت 82 مشروعا لأصحاب المؤسسات الناشئة. الروبورتاج لطارق حاجي. هم طلبة بجامعة الشاذلي بن جديد بولاية الطارف يلتحقون بورشة تكوينية بحاضنة الجامعة للحصول على شهادة في مجال إنشاء المؤسسات بالموازاة مع شهادة تخصصاتهم، كمرافقة من الجامعة لإقحام الطلبة في عالم المقاولة وريادة الأعمال. أنا درت مشروع في إطار الحاضنة لهنا في مجال السياحة، باش نعاون السياح محليين او اجانب باش يكتشفوا المنطقه تاعنا. الجامعه الحمد لله قاعده ترافق فينا وموفر لنا الظروف الملائمه من الحاضنه للديبارتمون تاعنا تاع الانفورماتيك. الحمد لله موفر لنا كل الوسائل باش نخدموا المشروع تاعنا. انضميت للحاضنه يعني كانت عندنا جاتنا فرصه باش نشاركوا احنا من اجل تاسيس مؤسسه ناشئه. حاضنة الأعمال بالجامعة تستقبل الأفكار الخلاقة للطلبة، وبالمقابل تقدم لهم خدمات الاستشارات والتوجيه والتدريب وحتى توفير الفضاء للمؤسسات بعد الإنشاء. عدد المشاريع المسجلة في جامعتنا في الحاضنة هم 82 مشروع من مختلف الكليات. عندنا 59 مشروع كلية علوم الطبيعة والحياة، 15 مشروع كلية العلوم التكنولوجية، وباقي المشاريع من مختلف الكليات. الحاضنة تمكنت من دفع 10 براءات اختراع في وقت وجيز. نطمح بإذن الله على مستوى جامعة الشاذلي بن جديد الطرف في المستقبل هو يعني هذيك الطفرة، أنه نخلق عدة مؤسسات لتخدم المحيط الاجتماعي والاقتصادي بالدرجة الأولى، وكذلك بعث يعني روح الإبداع والتحدي لدى طلبتنا. وبهذا تكون جامعة الشاذلي بن جديد بالطارف قد جعلت من الجامعة وعالم الشغل ميدانا واحدا وحاضنا للطلبة، بدءا من التكوين وإلى غاية تحقيق المشاريع المنتجة للثروة والموفرة لمناصب الشغل.
نبقى في مجال المؤسسات الناشئة، حيث تنشط إحدى المؤسسات بالعاصمة في مجال استغلال المياه وتطهيرها موظفة قرابة 30 عاملا، كما ينعكس هذا الاستثمار على عدة قطاعات على غرار الفلاحة والصناعة وقطاع المحروقات. التفاصيل في ربورتاج لسهام سرسوك. استحداث مؤسسات ناشئة وفق منظور الاقتصاد في الموارد المائية وتطويرها استراتيجية جديدة منتهجة من قبل الدولة، بوادرها تجسدت اليوم والعينة هذه المؤسسة الناشئة الفتية التي تعد الأولى إفريقياً في معالجة المياه بتقنية الأبعاد الثلاث. تخدم على المعالجة الثالثية اللي تريتمون تيرسيير، أنه كل المياه اللي رايت الشركة ولا المتعامل الاقتصادي راه يرميه في الماء، راه يرميه برا في البيئة، يقدر يسترجعه بطريقة جزئية أو كلية على حساب يعني على حساب لوجي. وفي هذا الإطار خدمت على لو داف لو ديزولفد اير فلوتيشن، دونك سي ان سيستم اللي يخدم على اون كلاريفيكاسيون تري افونسي. هذه تكنولوجيا جديدة اليوم رانا نخدموا على الأوزون، يعني رانا نخدموا على لا جينيراسيون دوزون. كفاءة جزائرية تسير هذه المؤسسة الناشئة وفق معايير الجودة العالمية إيزو. سيستم جديد اللي صنعناه، وهو الأول في إفريقيا اللي تصنع في إفريقيا، سيسموه الأوزون، دونك جينيراتريس دوزون. هو يستعملوه في التريتمون تيرسيير، سي بور لا ديزانفيكسيون دي زو دون لو بوت دو لا ريوتيليزاسيون. دونك نحيولوا البكتيريا، نحيولوا الفيروسات، ينحي كامل شويه الاملاح اللي بقاو في المياه ولا المواد الملوثه اللي بقاو تما، دونك نحيوهم بالاوزون. دونك هذه هي لا فونكسيون برينسيبال تاعو. في الوقت الحالي انه اس 5 راهي جاهزه لاقتحام الاسواق الوطنيه ولا حتى الخارجيه، لانها راهي تتوفر على المطابقة العالمية للمواصفة ايزو 9001 فيرسيون 2015، ويعني ما فيش اي مشكل انه المنتوج تاعها ممكن ينافس اي منتوج عالمي. هي من ضمن المؤسسات الناشئة التي ستساهم في تحقيق الامن المائي واحدى دعامات الاقتصاد التدويري. في موضوع آخر، بولاية البيض تمكنت السلطات المحلية من استرجاع قرابة 10 هكتارات من العقار الصناعي غير المستغل. وكشفت مديرية أملاك الدولة بالولاية أن عملية تطهير واسترجاع الأوعية العقارية الموجهة للاستثمار الممنوحة من طرف الدولة في إطار الامتياز جاءت على خلفية المتابعة المستمرة للملف. هذه العملية أسفرت عن فسخ أزيد من 20 قرار وعقد امتياز، وهذا الإجراء تم اتخاذه بعد تقاعس المستثمرين المستفيدين من العقار عن استغلاله بما يعود عليهم وعلى الدولة بالفائدة. دوليا، تعتزم شركتان نيسان ورونو التعاون لإنتاج 6 طرازات جديدة من السيارات بالهند، بما في ذلك سيارتان جديدتان تعملان بالكهرباء و4 سيارات رياضية. وتخطط الشركتان للاستثمار بما يبلغ نحو 600 مليون دولار كمرحلة أولية تسمح بإضافة 2000 وظيفة جديدة بالهند. أفادت المفوضية الأوروبية برفع توقعاتها بالنسبة للنمو في منطقة اليورو للسنة الجارية لتصل 0.9%، مشيرة أن المنطقة ستتفادى الركود بفارق ضئيل هذا الشتاء. تراجعت أسعار النفط بعد ارتفاعها بشكل طفيف وتركيز المستثمرين على المخاوف بشأن الطلب على المدى القصير والناجمة عن صيانة المصافي في آسيا والولايات المتحدة. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ب 69 سنتا لتسجل 89.80 دولارا للبرميل. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79.04 دولارا للبرميل. إلى أسعار الذهب الآن التي تراجعت اليوم متأثرة بصعود الدولار، ومع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليسجل 1863.38 دولارا للأوقية، فيما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة ب 0.1% لتسجل 1876.90 دولارا للأوقية.
ختام النشرة بصرف الدينار الجزائري أمام أهم العملات الأجنبية. ختام الموعد الاقتصادي لنهار اليوم، أعود إليك رشيد لاستكمال بقية أخبارك. شكرا لك منان، نلتقي في موعد اقتصادي مقبلة. دوليا وفي شأن الصحراوي، وقف رئيس اللجنة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي محمود الصالح ضمن زيارة ميدانية إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين، وقف عند بعض المؤسسات الحكومية الصحراوية والمنشآت الصحية والمدرسية، حيث أكد ضرورة دعم القضية الصحراوية وحماية الشعب الصحراوي وثرواته الطبيعية. يجب أن يعرف العالم أننا أمام دولة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. مؤسسات لهذه الدولة، هناك مؤسسة تشريعية، والتقينا رأس هذه المؤسسة رئيس المجلس الوطني الصحراوي، وهناك وزارات، وهناك حكومة، وهناك مؤسسات خدمية تؤكد على أن هذا الشعب الصحراوي شعب حي، شعب قادر على أن يحكم نفسه بنفسه، شعب قادر على أن يدير مقدرات أبناء هذا الشعب. خلال نصف قرن أكدت هذه القضية على مناقبية هذا الشعب العظيم، على دور هذا الشعب العظيم في بناء الإنسانية، وعلى حبه للبقاء ومقاومته لكل صنوف الاحتلال. إطار جولة تقوم بها اللجنة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي، وهي كذلك لجنة اطلاع ولجنة مواكبة وتواصل التضامن العربي مع الشعب الصحراوي الذي تتسع رقته يوما بعد يوم، خاصة أن اللجنة يعني منذ مدة قريبة أعادت تجديد هياكلها وانتخبت مكتبها التنفيذي، أتت للاطلاع ولكذلك تعميق هذا التضامن. دوليا دائما وبالأراضي الفلسطينية المحتلة، استشهد فلسطيني في عدوان إسرائيلي فجر اليوم على مدينة نابلس بالضفة الغربية، في الوقت الذي تواصل فيه إدارة الاحتلال مخططاتها الاستيطانية دافعة الوضع نحو التصعيد الخطير. نعود إلى أخبار الوطن ونختم بعالم الحلويات، حيث افتك فريق جزائري مشارك في مسابقة كأس العالم للحلويات وفن الطهي في طبعته الثانية بمدينة سوسة التونسية، افتك المرتبة الأولى في فئة صناعة الحلويات بمشاركة متنافسين من أكثر من 35 دولة عربية وأجنبية. تقول يدح حلوى مقروط اللوز المرتبطة بأعياد وأفراح الجزائريين تربعت على عرش صناعة الحلويات بمونديال الطبخ العالمي بتونس. درت المقروط، درت السامسا، درت محنشة، درت شوية بخستيج، درت ليفخويد. هي تقليدية يعني لاباس تراديسيونيل، لكن قدمتها بطريقة مطورة. أنا شاركت في الفئة تاع الحلويات، راني فرحانة بزاف بزاف بهذا الميداي، بهذا التتويج وهذا الميداي وهذا الجائزة والكأس، نهديها كامل للشعب الجزائري. التحكيم الجزائري كذلك كان حاضرا في المسابقة. احنا كلجنة تحكيم مثلنا الجزائر لأول مرة في التحكيم، رانا فرحانين بزاف بهذه النتيجة. شاكوك مبروك علينا، مبروك على الجزائريين، نشكروا المشاركين الجزائريين اللي حضروا معنا، ونشكروا النجوم الذهبية اللي راهي تنثني واقفة معنا وراهي تشجع. تصدر الجزائر للمراتب الأولى في مسابقات الطهي العالمية بكل الأنواع والأصناف، صورة عن التنوع الثقافي الذي تسخر به بلادنا، ومرآة عاكسة لاحترافية الطباخين والحرفيين الجزائريين. هنيئة. إلى التذكير بالعنوان، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبل سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد حسين مشعل جيزادة الذي أدى له زيارة وداع إثر انتهاء مهامه بالجزائر. وزير التجارة يعلن عن حصرية استيراد البقول الجافة من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب تشجيعا للمنتوج الوطني وحفاظا على القدرة الشرائية للمواطن. وتبعنا من المدية تعاونيات الحبوب سياسة تسويقية بأسعار تنافسية.
في الذكرى 63 لتفجيرات نووية برغان، استحضار لأفظع جريمة ارتكبها الاستعمار الفرنسي في حق الشعب الجزائري، ودعوات للحفاظ على الذاكرة. تابعنا أيضا أفراد الحماية المدنية والهلال الأحمر الجزائري يعودون إلى أرض الوطن بعد المشاركة المشرفة في عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة بسوريا. نشرتنا تمت مشاهدينا، قدمناها لكم من الإخبارية الجزائرية. السلام عليكم.